فرق السن بينك وبينه؟ يمكن 10 سنين. يمكن 10 سنين، حيت هو عنده 34 وانا عندي دابا حاليا 20. قلت لي غير مع خالي راه دار اكسيدون بقاش يتمشى، قلت لي غير مع خالي راه دار اكسيدون بقاش يتمشى، وراه كنبقى نواسي كنسي حيت ما كانش بحال هكا، كنبغي نفوج عليه. واحد النهار قلت له عطيني نهضر معاه، هضرت معاه قلت له خويا ماشي مشكل دي نمرتك ونبقى نهضر معاك ونسول فيك، ماشي قال لي ماشي مشكل، خديت النمره ديالو. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء في قصة عاطفية بشكل كبير، ولكن شيئا ما تميلها بعض النقط فيها غرابة. قصة نهاد وأحمد. نهاد شاب طموح من بركان، تعرفت على أحمد من بعد ما دار حادثة سير، قدرات وتمكنات أنه تغير لي الكآبة وسوداوية الحياة لما هو أحسن. مجموعة من المنابر تناولوا القصة ديال نهاد وديال أحمد، ولكن بعض الفئات في الرأي العام لهم رأي آخر. نهاد، علاقته بأحمد عن حب أم أمور أخرى؟ وهذه علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، سوف أكون دقيقا في الموضوع، تبعوا معايا. نهاد غادي تعود هي القصة والأسئلة التي تطرح في الرأي العام، غنرجع معك. أنت شابة عندك طموح، تعرفتي بأحمد رغم الحادثة ديالو، غيرتي ليه الحياة لما هو أحسن، 4 سنين دابا، غادي تعودي ليا من الأول والسن ديالك وكيفاش تعرفتي على أحمد. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا. مهم خوتي، نهار كبير هذا من اللي نتلاقينا مع يوسف، الله يكبر به والله يحفظه ويطول في عمره. خوتي أنا نهاد، زوجة ديال أحمد اللي تصاب بشلل كامل. كانت الأخت ديالو، يعني المعرفة الأولى مع أحمد، الأخت ديالو كانت ساكنة في بركان. المعرفة يعني الأخت ديالو كتعرفنا راه 18 عام ولا 19 عام وهي ساكنة في بركان، يعني الباب عند الباب. كان أحمد يعني منين كان صحيح، أحمد كان كيجي لبركان وكان كيبيع في المعارض، يعني راه كنعرفوا بعضياتنا. وأنا ديك الساعة كانت أختو كتديني وأنا باقية صغيرة، كانت عندي 7 سنين. هو في 2010 كان كيجي البركان، انا بنت 2001. شحال فرق السن بينك وبين احمد؟ يمكن 10 سنين، حيت هو عنده 34 وانا عندي دابا حاليا 20. من مور داكشي كامل اخويا صافي، انا يعني كبرت. هو يعني صافي مشى، يعني اختو كانت كتجي البركان، كانوا كيجيو خواتاته يعني كيعرفونا حيت الباب عند الباب راه جيران. صافي هو مشى لأكادير بقى خدام تما. انا يعني كبرت، البنت كانت عندي يمكن 7 سنين ولا ما كان انا بعدا ما عقلتش عليه، هو عقل عليه ولكن انا ما عقلتش عليه. من مور ما مشيت يعني انا وخالتي وفاش ولدت اختو، هو عقل عليا قال لي كنتي صغير وراه كانت كتجيبك يعني نوال اختي، ولكن قلت له انا ما عقلتش عليك. يعني انتي ما كنتيش كتعرفي احمد؟ احمد غادي تعطيني كيفاش عرفتيه ملي سمعتي بانه دار حادثه، وكيفاش بدا التواصل ديالك معاه في الهاتف؟ هو من سليمان وانتي من بركان، كاين بعد، كاين فرق كبير بين في المسافه. بعد المعرفه ديالي الاولى باحمد باش غادي نعرفو يعني ما كيتمشاش ودار حادثه، اختو كانت في بركان وبنت اختو جات عندها، راه كيف ديما يعني بنت اختو ساكنه في بركان وبنت اختو يعني باقيه صغيره. بنت اختو يعني كانت صاحبتي، كتجي عندنا كتقعد معانا، واخا يعني كتكون اختو في سيدي سليمان بنت اختو كتقعد معانا في بركان، يعني صاحبتنا. مع ذلك قلت لها قولي نجوا اختي، مع من كتطلي شاده التليفون وتهضري ابل فيديو؟ قلت لي غير مع خالي راه دار اكسيدون بقاش يتمشى، وراه كنبقى نواسي كنسي حيت ما كانش بحال هكا، كنبغي نفوج عليه. واحد النهار قلت له عطيني نهضر معاه، هضرت معاه قلت له خويا ماشي مشكل دي نمرتك ونبقى نهضر معاك نسول فيك، ماشي قال لي ماشي مشكل، خديت النمره ديالو بقيت كنهضر معاه في الواتساب كنسول فيه ديما. صافي ليها باش الاخت ديالو ولدات
ومشات لسيدي سليمان وعرضت علينا ومشينا حتى حنايا انا وخالتي والعائله، حضرنا الاسبوع ديالها، قعدنا 15 يوم تما كاين في سيدي سليمان. هذيك هي المعرفه ديالي باش غادي نتلاقى مع احمد، وقعدت معاه وشفته كيفاش كيعيش. شفت اقسم بالله اخويا يوسف، قسما بالله واحد الحاله، يعني واحد الانسان كتشوفو. انا بعدا يعني تاسفت اول مره شفت احمد، تاسفت ودارت بيا الارض. يعني واحد الانسان ديما مسكين بوحده، ما راضيش بالوضع، كيقولك انا كيفاش كنت وكيفاش وليت، يعني دخل لمرحله اكتئاب. بقيت كنهضر معاه انايا، كنواسيه، كنقول له لا خاصك تنوض، خاصك ما تبقاش غير ناعس. كان عنده بزاف لي زيسكار، تنوريكم تصاور، يعني طياب كيقولك لا خليني، كيتقلب صافي، كيطلق القران، كي ديما بوحدو ديما منعزل. والله نهار اللي شفت هذاك الطياب فاش انا يعني عشت معاهم في الدار، اقسم بالله خويا الا كان بكي مني كطلع له ديك السخانه، اقسم بالله يعني ربي اللي كيعلم بيا، لانه عشت معاه شي حوايج راه يعني اصلا. انا بعدا كنحييك وكنعطيك التحيه اللي سولتني هاد الاسئله، بحيت ما عمر شي واحد ما دخل معايا لهذا الشيء، وانا يعني باش الناس يعرفوني مزيان ويعرفوا بزاف ديال الحوايج. والله كنعطيك التحيه اخويا، يعني تبارك الله عليك. من مور داكشي كامل اخويا خديت واحد القرار، ملي رجعت لدارنا قررت باش نتزوج به. يعني شفت كيفاش يعيش، شفت المعاناه، شفت انت لي دابا الزواج وغادي تعطيني الزواج كيفاش بدا، لانه بطبيعه الحال واش والديك غادي يوافقوا ولا لا، الظروف الوقائع، هذاك التواصل بالعاطفه حسب الكلام ديالك اللي كدوي، انت حسيتي بهذا الانسان، كان واحد الميول، كان واحد الاحساس دار بينك وبينه، هنا بديتي كتقتنعي بانك انت تكملي مع المسار. كيفاش هنا خديت واحد القرار بيني وبين ضميري، بقيت يعني قعدت مع راسي وكنهضر بوحديتي انا وعقلي، شوف باقي صغير يعني نقدر نخرجوا من هذه المحنه. انا اول فكره كانت عندي نقدر نخرجوا، قلت غادي نقدر نخرجوا من ديك المحنه ولو غير نواسيه ونعيش معاه، لانه واحد الانسان يعني كان طائح الفراش ما كي تلقعد، ما كانش كيقعد، ياكل ناعس، كل شيء كيديروا ناعس. قلت نقدر نواسيه يعني نوقف معاه، وبصح يعني هذاك هو القرار اللي خديته. مشيت لدارنا وقفت على دارنا وقلت لهم راه بغيت ناخذ داك يعني الشخص. حتى واحد ما تقبل اخويا، كيقولوا لي انت باقا صغيره، واش ما عندك حياه، شنو واش الانسان مريض ما عند باش غادي تعيشي معاه، هو يعني اختو اللي كتصرف عليه والدواء، تزيدي حتى انتيا راه مسؤوليه. قلت لهم انا ما عنديش مشكل، انا غادي ناخذو، انا غادي نوقف معاه، والا اقتضى الحال انا نخدم ونعطيلو، لانه هو حاله انسانيه وبقى فيا الحال. والله يعني ملي شفت بزاف ديال المعاناه وبزاف ديال الحوايج، يعني 12 ديال الليل يقدر يتزير اخويا داك التيو، يتزير به، خاص تجي البنت اللي تحيد له. انا المعاناه ديالو فهمتها، غادي تبقي معايا في هذه المراحل، المواجهه صعوبه الموضوع، كيف سوف تواجهينا الوالدين ديالك باش توصل الهدف ديالك اللي كيتعتبر اسمى وارقى، هو زواج مع احمد. كيفاش قاومتي؟ هما رفضوا ليك؟ شكرك اخويا، ردتني المعاناه اللي عشتها والله. يعني ديك الساعه انا فاش بغيت ناخذ واحد ما بغى، ونتصدع هاد المشاكل، وقررت انا هزيت حوايجي، قلت لهم بغيت ولا كرهت انا غادي ندير هذا الخير، حتى واحد ما يمنعني به. يعني انا حياتي وغادي ناخذ فيها القرار اللي بغيت، وانا بغيت ناخذه كيف ما هو، ماشي صافي يعني مريض ما محقوش يعيش غادي يعيش كيف ما انا عايشه، ويقدر لو كان يوقع لي هكا حتى انا ما ديش لقى لي يوقف معايا. وخديت داك القرار وجمعت شنطتي ومشيت انا وبنت اختو، حتى بنت اختو كانت معنا في بركان، ومشيت انا وياها. وفاش وصلت سيدي سليمان تما كاين اخويا، يعني قعدت معاه شي 5 شهور، ودارنا داروا لي واحد السبه تما خويا، يعني صافي واش نقول لك، يعني عشت الجحيم. قالوا لي يعني جدي هو اللي مربيني، حيت انا الاب ديالي ما كاينش، با قالوا لي باك راه مريض، واحد الانسان كبرك. كيفاش الاب ما كاينش؟ واش هو طالق من الام؟ هو طالق من الام، يعني جدي هو اللي رباني. كنقول له با يعني كبرني، بقيت قالوا لي رواحي راه مريض بزاف. كانت خالتي عندي تما كاين في سيدي سليمان، صافي قطعت لخالتي هذاك النهار اخويا،
يومين كان بات مريضة، كان صلي وكان دعي الله، أقسم بالله أخويا لابسة عباية كحلة وكان صلي وكان بكي وكان قولي علاش بغوا يفرقوني عليه، علاش كان بكي ليل ونهار وحمدته. ودابا اش قالوا لك الوالدين؟ قالوا لك بلا جدك مريض. ولكن انا عرفت باغيين غير يفرقوني معاه. اختصري معايا في الكلام، اش درتي؟ انتقلتي لعندو؟ مشيت لدارنا، مشيت وقعدت يومين لقيت داكشي، يعني قالوا لي لا انت باقيه صغيره وشفناك كيفاش كتعيشي، يعني محطمه، يعني بزاف ديال الحوايج ما واصله لهمش، سمحتي في راسك كملتي راسك. قلت لهم انا بغيت وانتم دابا كتبتوا عليا، انايا غادي نمشي، انا بغيت ندير هذاك الخير. منين قلت لهم انا بغيت ندير داك الخير ولكن انتم ما بغيتوش، انا غادي نوكل الله سبحانه وتعالى، بقاو كيبكيو وقالوا لي ما ديش نمنعوك. دابا منين انت بغيتي ديري هذا الاجر ومقتنعه، صافي هزيت حوايجي ومشيت. واخا هذيك 5 شهور اللي قلتي لي جيتي عند محمد، انت درتي مع عقد ولا بقيتي كتساعدي؟ ما درتش العقد ديالي، جلست تما كين كنساعدو. واخا من بعد ملي رجعتي فهاد الطريقه اللي قالوا لك ديال الجد، وقدر في الاخير اقتنعوا بالموضوع ورجعتي عند احمد، تما درتوا العقد؟ لا قعدت عام بلا عقد. علاش؟ حيت باقا صغيره، كانت عندي 16 ونص. منين مشيت نفوت الكاغيط ديالي قالوا لي خاصك تدوزي في المحكمه، واحد الانسان ما كيتحركش، يعني حتى الكروسه ما كاينش كيقدر يقعد فيها. قلت علاش غادي نمرتو ونعذبو، خليت ندير 18 ونمشيو عند العدول ونفوتوه. امتى درتي العقد؟ تدرت 18 عام. انا عندي سؤالين في الموضوع، هادشي اللي عاودتي لي دابا الراي العام كيتبع معنا كله كيتعلق على خصال تتحلي بها انت، عطاك رب العالمين فيها الموده والعطف والقرب، مزيان هذا كله ايجابي زوين، كان مازال ما كتكلمتيش لي على الحب، واش هادشي عنده علاقه بحب لي كشخص ولا تبحثين عن قرب الله عز وجل، انك تهتمي بهذه الانسانه كانسانه ممرضه ربت بيت ترعى تكلف به في هذا الشق، ولكن واش كاين حب ولا لا؟ صراحه خويا انا نهار شفته نهار بغيته، نهار شفته بغيته وما عرفتش، قلت غادي ندير هذا الخير مع الله سبحانه وتعالى وغادي نعيش معاه باش ما عطى الله، وداك الشيء اللي كاين والحمد لله. يعني كنحمد الله وكنشكرو، انا ديما كنحمد الله وكنشكرو، يعني لو كان يقدر لو كان خديت شي واحد برجليه ما غاديش نطول معاه. دابا راه العشرة ديال 4 سنين داخلين في 5 سنين والحمد لله، ما عمره ما غضبت، ما عمره، يعني عندي واحد العقل اخويا، الا دابز معايا نقدر نبكي في بلاصتي ونكمدها ونسكت، يقدر اي حاجه، يعني الا ما لقيتش بزاف ديال الحوايج، الا كان مريض كان بكي قدام وما قدرش نصوني شي واحد، كان بكي وكان مرض قدام، والا مرض هو كان مرض حتى انا، يعني واحد الحب بيني وبينه خاص ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. دابا انت كتشوفي بلا الانسان ما يمكنلكش تفرقي؟ اقسم بالله اخويا ما نقدر نفرقه، الا فرقتني الموت كنقولها وبوجهي مكشوف، انا كنبغيه، انا يعني مين كيمرض راه كنمرض انايا من الداخل ديالي كنمرض، ما كنلقالوش جهد، كنقولو لو كان هاد المرضى تجيني انا وما تجيكش انت، اقسم بالله العلي العظيم كنقولها له، كنقولو نمرض انا وما تمرضش انت، انا نقدر نتحمل انت ما تتحملش. انا غادي نكمل معاك في الموضوع، بقي معايا. مشاهدينا الكرام غادي نجي عند معني بالامر، انا غنقولها لك بالدارجه المغربيه، واحد الكنز عطاها لك الله عز وجل، ما رايك في هذا؟ الحمد لله اخويا، هذه بدنا جابها لي الله، ويعني معرفه تاع التليفون، ماشي هي كانت جارت اختي وكانت كتهضر مع بنت اختي، وانا ملي بدات كتهضر معايا هي وكتهضر مع كتكون مع بنت اختي، مع خدات النمره ديال من عند بنت اختي ديالي، هضرت معايا ابل في ابل، قلت لها شكون معايا؟ قالت لي راه شنو شنو، قلت لها اه عرفت انا، بقيت كنهضر انا وياها، بقات كتهضر معايا حيت انا توجور ديك الساعه كنت كنسد عليا البيت، وكنبقى نهضر توجور هي التليفون التليفون التليفون، صافي. المهم بقات كتهضر معايا، وليت كنعمر بها وقتي، اغلبيه كان يعني وقتي كان كيمشي معاها، الليل كامل ديالي كان كيمشي معاها، كندير الاليميتي كامله معاها، بقينا كنهضروا يعني. صار واحد النهار جابتها الوقت وجات في واحد الاسبوع ديال الاخت ديالي تما فين شافتني. هي نفس الكلام اللي قالت لي هي. هو هذاك نيشان. انا عندي اسئله اخرى غنشوفها معاك. اسئله في الموضوع. مرحبا. غادي تهضر معايا بعمق الصراحه. انت تفاجئتي وهذا مكتوب الله. ما كتحش ولا كتشوف ولا كي
يتطرح عندك هاد الظن نحيت تقول ممكن واحد النهار تخلى هادي ممكن ممكن وماشي ممكن كاع احتمال خويا انا هاد الهضره اللي قلتي لي دابا انا ديجا في هاد العام اللي قالت لك هي ما درتش فيه العقد انا خليتها كاحتمال وما كان كان حق عليا نمشي للمحكمه وندوز انا العقد ندير ثبوت الزوجيه ونخليها معايا ولكن قلت لا غنخليها مع العائله وفي وسط خوتي وغنشوفها كيفاش دايره يعني العقليه ديالها وكيفاش يعني داير العاطفه ديالها وكيفاش داير القلب ديالها يعني هي كتقول لك بغاتني الا كانت بغاتني غتقبل على كل شيء وغتصبر على كل شيء خليت هذاك عام كامل يعني كنشوف البنت هي البنت يعني هي هي ما تبدلاتش والو الا ما قلتلهاش انا الحاجه ما ديرهاش وإلا قلت لها شي حاجه راه غديرها غديرها مزيان هذا الاختبار وفقك فيه الله عز وجل جاتك الطمانينه مزيان انت من بعد كتبغي اول حاجه كتبغيك ثاني حاجه ما كديرش شي حاجه ما كترضيكش ثالث حاجه الا بغات تشري اي حاجه وما لقاتهاش ولقات حاجه اخرى متبدل عليها خاصها تصونيلك ولا تصيفط لك ابيل مو باش تصونيلها باش تقول لك اودي راه ما لقيتش غير بطاطا هي التاليه واش يعني خصال خصال المرأة المغربية عندها يعني الحمد لله كل شيء هنا بقى عندي سؤال أخير كيتعلق بالفترة المرض ديالك عشتي فترة كآبة متضمر كما حكيت لي ملي دخلات هي على الخط غيرات لك الأمور ما هو أحسن وليتي كتحس بسعادة في الدنيا رغم الوضع الصحي ديالك نعم أم لا بصح أنا كنت ديما كما قلت لك سد عليا البيت وما كنخرجش بزاف الشمس ما كتشوفنيش كيولي وجهي كامل قشره يعني شعري كامل قشره منين تعرفت عليها هي ولات كانت صافي يعني تزوجنا منين صافي تزوجنا الناس اصلا عرفوها صافي ولات مراتي صافي السلام عليكم يعني ولات كتخرج معايا وما في ديك الفتره الاولى اللي قلت لك تاع عام يعني راه كضايفه كضايفه معانا في وسط الدار مع خوتي وكاينه مع بنت اختي يعني لا بغيت نمشي غير للفرماسيان ولا للطبيب كتديني اختي ورغم ذلك راه ما كنتش كنجلس كيديوني وكيديوني في تريبورتور ومجبد ناعس كيفرشوا لي بونجا مانطا يرميوني ونمشي للطبيب وهي ما كتمشيش علاش لان هي ما عندها علاقه هذاك الوقت هذاك الوقت ديال ذاك العام ديال ديك الفتره اللي قلت لك عطيتها انا يعني انت كتشوف الاخير هديه عطاك الله عز وجل الحمد لله هديه كبيره عطاها لي الله عز وجل من بعد الابتلاء الحمد لله ما كيتسد باب حتى كيتفتحوا البيبان مرحبا الله يجيب لك الشفاء يا ربي مشاهدينا الكرام اسئله غادي نشوفها مع مهمه في الموضوع الزوجي جاوب السؤال اللي غندخل معك ليه هو الشق الانساني هذا الشق الانساني هو انت ملي جمعتي انت وياه صعوبه الحياه السؤال الاول كيتعلق بالوضع الصحي ديالو التشخيص اللي عنده في المرض ديالو واش كاين الامل انه غادي يصح وشنو المتطلبات اذا كانت الصعوبه ولا الامور ديالو غادا في تحسن او ماذا الاسئله ديال الوضع الصحي مربوطه بك انت اللي متبع تفضل هو التحسين كاين تحسين تحسرات بتل 120 درجه التحسين الحمد لله كنحمد الله وكنشكره يعني لا في الصحه ديالو لا في الطياب لا في كل شيء كنحمد الله وكنشكره يعني بزاف ديال الحوايج تبدلوا كان في لي زيسكار الحمد لله بقيت مقاتله ما حتى داويتو له يعني بزاف ديال الحوايج تبدلوا بالنسبه للمئويه ديال التطبيب باش الا كتب الله عز وجل يتمشى على رجليه ويرجع عادي شأنه اي شأن اي انسان الطبيب ديال الترويض عطاني عام ديال اليدين عام الترويض كونتيني يعني يدي يبقى ياكل بهم يشرب بهم يدير بهم اي حاجه ديروا نتوما هادشي لا الترويض درته في الايام الترويض درته مع درناه في الايام الاولى يعني نقول لك شي مليون مشى غير في الترويض شحال تقريبا التكلفه ديال الترويض اللي خاصه هو ما عرفتش اخويا هو كيقول لك عام ديال الترويض غادي هي الحصص في الاسبوع بشكل يومي كيفاش يعني خمسة ديال الحصات في السيمانة والمبلغ ديال كل حصة شحال تقريبا؟ 100 درهم 15000 يعني 150 درهم 100 درهم في كل حصة في كل حصة 100 درهم 150 درهم هادشي اللي غادي يخصو ويرجع يمشي الرجلين ما كنهضروش عليهم دابا غير اليدين
اللي عام ديال الترويض، اما الرجلين كيقول لك خاصهم الحركات، لانه دابا خويا يعني الحاله الشخصيه ديالو مازال ما نشوفوش شي طبيب اللي نديرو ليه ريم درك، يعني العمليه ديال هنا العمود الفقري ما عرفناها ناجحه، ما عرفناها والو، يعني ما عطينا دارت ودايرين له الحديد، ولكن الطبيب ما شرحناش شنو يعني، صافي دالو العمليه صافي. علاش ما رجعش عنده هو باش يدير الكونترول باش يشوف؟ واخا كنرجعو يعني هاد الطبيب في اكادير وبزاف ديال المصاريف، يعني حنا كنمشيو على ود الصحه ديالو عند الطبيب ديال النبوله. يعني مساله ديال الوضع الصحي ديالو ما مضبوطاش. مضبوطش. مزيان، السؤال الاخير اللي عندي، ما كيفاش كتعيشوا نتوما فهاد الوضع؟ هو ما تيخدمش، انت جالسه كيفاش؟ كيفاش كنعيشوا خويا؟ بصراحه تلقيت بزاف ديال، يعني في الاول تلقيت المعاناه، عشت معاناه بزاف، عانيت ماديا، عانيت بزاف، ما كال يعني ما كتلقاش حتى باش تجيب له، الا مرض كتمرضي ما كتلقايش حتى باش تديه للطبيب، كتقولي الا ديتو للطبيب خاص كيقول لي ادي تديني للطبيب راه غادي يصيفطوني حتى القنيطره، وديك الفلوس راه زايده فيها، روحي جيبي لي غير كاينه تهدل لي هذا الشيء. وداك الشيء اللي كنت ندير تماما، يعني كنهدلو يعني الطبيب دابا حاليا كامله له لوردونونس ديال الدواء في قنيطره، اقسم بالله ما قديت نمشي عند الطبيب ديال الراس يعني في قنيطره. دابا حاليا يعني مول فارماسيان يعني كيعرفنا كيعطيني داك الدواء، واخا يعني هو ممنوع عارف الحاله ديالو. مساله السكن، نتوما كاريين ولا فين ساكن؟ يعني اخويا انا المبلغ يعني هو خاصو بزاف، يعني صراحه الناس اللي وقفوا معايا باش يعني دابا كناخذ له الدواء، يعني باش كريت يعني السكن ما كانش عندي انا. انت كاريه؟ كاريه اخويا. شحال المبلغ باش كاريه؟ 75 الف فرنك. فين؟ في بركان. يعني كتجي تسكن دابا في بركان؟ دابا كنسكنوا انا وياه في بركان. اختي شكرا ليك. ماشي مشكل اخويا. واش نقول لك؟ الله يوفقك. امين. تبحثين عن قربك مع الله عز وجل، وغادي نجي للقناه اللي قلتي لي في الاخيره، ما نسيتهاش. انا معك، حيت هو ملي دار لي يديها خصني نعطو حقه في الكلام، اعطيني بشكل مختصر، الا كان هادشي اللي قالت لي شي اضافه اخرى تفضل. نعم اخويا، هي دابا هضرت لك على الترويض، هضرت لك على حساب اليدين، لانه اليدين كيقولوا لك كاين اللي كتقول لك 120 درهم، كاين اللي كتقول لك 100 درهم، كاين اللي كتقول الحصه، كاين اللي كتقول لك 15 فرنك، يعني وقالت لك عام ونص تولي يعني عاد تولي تاكل بيدك، يعني هذه كنهزها شويه، هذه ما تتهش، فهمتي؟ يعني غادي يبقاو معاك تدريجي، سير واحد العام ولا عام ونص يلاه يطلقوا لك اليدين، يلاه تولي تشد بهم، عاد ابخي ترجع لتحت. الله عز وجل قادر. قادر هو قادر. واللي كيعطي الاسباب والمغاربه من اطيب خلق الله، الله يوفقك يا ربي. غادي تعطيني اسم القناه اللي درتي؟ اسم القناه نهاد احمد فلوغ، هذه هي القناه اللي بغيت ناكل بها خبيز انا والراجل ديالي، اللي بغيت نعيش بها، هذاك هو المبلغ الشهري اللي غادي نقدر نوفر به لاحمد الترويض ديالو، المصروف يعني ديالنا، الدواء، الكرا، هادشي. انا علاش قررت نفتح قناه باش نعيش بها انا واحمد، لانه هو يتيم الام، يتيم الاب، ما عنده حد، وانا بغيت نوقف معاه يعني باش يوقف على رجلاته، كنتمنى هذا هو الحلم ديالي، مره اخرى نشوف احمد واقف على رجلاته، وبالفضل المغاربه كاملين ان شاء الله بجهد الله وكل شيء قريب عند الله. هادشي اللي كان. انا غنقول لك الله يسترك في الدنيا وفي الاخره. احمد من الله عز وجل، كنطلب الله عز وجل يرزقك الشفاء العاجل. المشاهدين الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من الاسئله تطرح في هذا الموضوع، درجناها مع نهاد ومع احمد. الاسباب والمسببات تختلف والغايه واحده، امراه لها مواصفات خاصه تختلف بها عن الغير، حب وعشق، وتبحث عن قربها الى الله عز وجل، تحملت ما لم تتحمله الجبال، تواكب الحياة بشتى الطرق الصعبة، تضحي وتناضل من أجل خلق السعادة لهذا الزوج، وهذا شيء يعني يعجز الكلام، يعجز اللسان صراحة عن الكلام
في هذا الموضوع تنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربة، كل من ساعد هذه العائلة أجره محسوم عند الله عز وجل. غنوضع رقم الهاتف ديالهم اللي عطاوني، وكذلك الاسم ديال القناة، نساعدوها وفق المستطاع، وسوف أبقى إن شاء الله متتبع لهذه القصة، لأن نوعية الإشكاليات المطروحة في الموضوع، هذه الزوجة واش تحمل المعاناة والاهتمام بالزوج في الشق ديالو بطبيعة الحال في التطبيب اللي فيه مد وجزر، وكذلك الشق الثاني كيتعلق بالجانب المالي، خصو الترويض، ما عندهمش الإمكانيات وعندهم الكرة، كيعيشوا في مدينة بركان. تحية للناس مدينة بركان، وتحية لجل المغاربة. امرأة لها خصال خاصة، دورنا هو المساعدة، يد الله مع الجماعة، وهذا هو الطموح اللي قدر يوصلنا لما هو إيجابي في هذه القضية وفي هذه القصة اللي جد مؤثرة صراحة. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديالهم وتنطلب الله عز وجل نساعدوها في القناة في الاسم اللي عطتنا، اللي غادي نديروه بطبيعة الحال أسفل الفيديو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، امرأة تحملت موقفا رجوليا بشتى المعاني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.